فمحمد علي له مقولة جميلة قوي، قال لك الأتراك لما جم بقى يساوموه هم عينوه سنة بناء على ثورة شعبية، وهو كان كاره قوي الحكاية دي ان الشعب المصري يقرر انه يختار حاكمه ويطرد الولي العثماني، فسابوه سنة وبعتوا له واحد تاني. فقال مقولة شهيرة جدا، قال لك الأتراك يبيعون أنفسهم لمن يدفع وأنا سأدفع. بسيط ده محمد علي اللي قال كده. دفع لهم فلوس وقعد في مصر لغاية ما السلطان العثماني اتكسرت رقبته واحتاج له، بعت 3 مرات جيوش عثمانية عند الوهابين يتهزموا، قال له الحقني، هو اللي راح المورة الحقني. ما دي الحروب اللي دخلها محمد علي غصب عنه. بعد كده قال له بقى معاك ربنا، معاك ربنا، وجاب خواجة فرنساوي عمل اسطول في اسكندرية، ترسانة بحرية حاجة كانت فوق الوصف، اعظم اسطول، وطلع طاح. طبعا السودان كان خدها، هو اللي عمل السودان اصلا، ما كانش فيه دولة اسمها السودان. طلع لغاية لو تفتكر وانت في اعدادية كوتاهية، انا فاكر حاجة زي ابراهيم باشا بعت له قال له بص انت بقيت الخليفة، سك العملة باسمك وخليهم يدعوا لك في الجوامع، وانا داخل على الراجل ده بكرة الصبح. قال له ارجع. ده بقى دماغ محمد علي. قال لك اللي حرقونا في المورة مش هيسيبوا محمد علي. تفتكر تميم يعرف اللي حضرتك بتقوليه ده؟ لا طب ما هو ده والدته موزه، ما ده اللي يصعب عليك. موزه تعرف؟ لا ولا موزه ولا برتقانه. ما هي دي مشكلة، ان انا ما اعملش راسي براس الناس دي. يا راجل انت فاكر لما انت التجنيد الاجباري يبقى عندك من 4500 سنه، ان ده مش مترسب جواك؟ لا طبعا، تاريخيا يعني، تاريخيا وحضاريا بلاش. حد هو يا تميم يعرف ان الجيش المصري حارب في شبه جزيرة القرم اللي بتخلق عليها بوتين دلوقتي، اللي هي اوكرانيا. العثمانيين قالوا الحقونا ابعتونا، كان سعيد باشا 1855 بعت لهم فرقة وقابلت بلان حسن. الفرقة دي كان فيها علي مبارك في الجبال وفي أرض وعر، وحاربوا جامد جدا جدا ونصروا العثمانية. بعد كده إمبراطور فرنسا بيحارب في المكسيك واتهزم وتشرك، طلب من سعيد باشا فرقة تحارب لفرنسا في المكسيك، محدش يعرفها دي. وراحت فرقة وما تبقى منها بعد 4 سنوات عملوا لهم استعراض في قلب باريس، وإمبراطور فرنسا نابليون الثالث ده عمل لهم استعراض وحياهم واداهم أوسمة وناشي. سلوى بكر عاملة رواية على الموضوع ده. وتميم ما يعرفش حاجة. لا هيعرف منين؟